فيما قال البابا إنه يرى طريق الحج من مدينة أور التاريخية، ذلك المكان الذي يذكره بالنبي إبراهيم عليه السلام، وأنه جاء إلى أور لإحيائها وأحياء طريق الحج الإبراهيمي. جئنا إلى هذه الأماكن المقدسة، نحيي هذه الأماكن المقدسة، وإيماننا بالله يصبح شيئا جوهريا للجميع، لإخوان أخواتنا من البشر، إيماننا سوف يعطي الهوب للعراق والشرق الأوسط. كل ابن لن يتعب من النظر إلى السماء، وهي نفسها في جميع الأوقات، وهي نفس السماء التي نظر إليها أبونا إبراهيم. عندما ننظر إلى السماء لن نشعر بالخوف، إنما سنتشجع. هذه الأمور العظيمة التي استمرت على طول الأزمان. إبراهيم بدأ رحلته في أور، عندما غادر أور قدم الكثير من التضحيات.